انا واحد السيده مطلقه عندي وليداتي، كنت خدامه مليليا حاليا واقفه الحمد لله ما بيا ما عليا. وقع المشكل لبنتي قاصر اللي في عمرها 17 عام، انا كنمشي بالقانون، ولكن رغم ذلك هاد الناس هاد العائله ديال هاد الدري اللي حاليا محتاجه في سجن سلوان، والقضيه راه يعني مازال في محكمه الاستئناف يعني جنحي، يعني انا غاديه بالمساطير القانونيه، انا غاديه في طريقي، انا ما كنعصيش القانون، انا عارفه القانون الحمد لله، قريه ما فيها ما عليه. ولكن المشكل اللي عندي المتفاقم اللي وصل لي العظم هاد بنتي، البنت اصلا راها مريضه، انا حكرت ليها البنت مريضه نفسانيه والصدمه ديال الاغتصاب، يعني جوج صدمات اغتصبها لي واحد الدري، يعني مهم من اي قدار ميمون، هو راه معروف، هو راه معروف بلا داعي لديك السميه، المهم راه معروف والناس عارفين هادشي كلشي، اللهم هذا منكر. انا ما درتش الحق بيدي، انا هدرت معاهم رفضوا بتاتا، مشيت لعندهم حقا تواصلت معاهم، ولكن داروا فيا ما عطاونيش حقي، وانا قلت وانا مهم قلت لهم انا غادي ناخذ حقي بالقانون، عندي الشكايه ديالي دوزنا المهم التشريح الطبي، المهم دارك اعتقلوه، المهم القضيه قضيه جنحي راه في المحكمه دابا راه في الحبس من ديك النهار. المهم البنت مشيت عندهم في الصباح، مشيت عندهم في الصباح يعني تاخذت الوضعيه حتى هربت لي البنت ومشات تما عاد اكتشفت الواقعه. انا ما كان ما بيا ما عليا، ما كنتش عارفه شنو وقع، انا صحابي بيناتهم بغيت التليفون مشيت نفرقهم، ولكن لقيت الكارثه الكبرى، هاد السيد هاد المتعدي هاد المفتري هاد اللي ما كيخافش ربي، باش من وجه غير قاصد ربي، بقات فيا بنتي بزاف، واه بقات فيا بزاف، حرقتني وليت ما ناكل ما نشرب، علاش على ود هاد المنكر؟ اصلا البنت اولا البنت مريضه، اول خطوه انا خديتها البنت راها عندي راها طرف من كبدتي، طرف من كبدتي راه دابا حاليا محروقه عليها، ما نقدرش ندوزها، ربي غيعودك ما احسن، دي امني بالله، الله كبير اللي خلقك عمرو يضيعك، انا كنت واقفه معاك في الصالح ديالك وانا بغيت حقك، لو كنت شفت تما شي الخير كما كتقول انا ما كنبغي لك الخير، انا كنبغي لك الخير، لو كان كتشوف تما شي خير انا غادي نشجعك، انا اول وحده ندفعك، لان الزواج لطاعه الله، هذيك اللي اختاريتيه كيتعطى المخدرات، لا دار لا خدمه لا حتى شي حاجه، في نفس الوقت بنتي قال لك اللحم الى خناس ما ياخذوه غير مواليه، اللحم الى خناس ما ياخذوه غير مواليه، وهذه المساله ما خصش يدخل فيها حد، حتى واحد ما عنده الحق يتدخل في هذه المساله بين الام وبنتها، بين الام وبنتها، انا بغيت القضاء هو اللي غينصفنا، انا اللي بقى فيا والسبب اللي اضطريت ليه ولجأت ليه للقضاء، علاش؟ لانها كتهمني، لقيتها محرضه من طرف عائله ديال هاد يعني ديال هاد الدري اللي كيبلغ من العمر 21 سنه راه معتقل في سجن سلوان، يعني من طرف الدرك الملكي ديال فرخانه، يعني دار علاش؟ يعني يستاهل، دار علاش؟ يستاهل، والسبب انا تابعة القانون، طلبوا مني جاوا عندي هبلوني بالتليفون، انا عندي مشاكل، انا قلت لها هي غير مع ولادي، انا يعطوني اتساع، انا هدرت معاهم، دخلوا بزاف الناس، الله يرحم والدي التنازل، تنازل انا ما قدرش نضيع حقي وحق بنتي، انا كأم واجب عليا نحمي بنتي قانونيا وجسديا وطبيا وكل شيء كامل، كي الصغيره كي الكبيره، راها بنتي. انا اولا طلب ديالي اللي طلبته هو خصني نعالجها نورمالمون، انا بغيت نديها العلاج، انا اصلا عندي الوثائق ديالي خصني نديها لوجه تعالج، انا ما نديهاش عند الحماق ولا شي حاجه، انا بغيت غير نعالجها بعدا ترجع للوعي ديالها، هما كيتقلقوا على الزواج علاش؟ على الطرف المصلحه ديالهم، ولكن البنت مريضه، ماشي هي مريضه وحنا نلجؤوا للزواج. عندي استاذ الدراري كلهم عندهم الوثائق ديالهم كلهم مسجلين الحمد لله، عندي الرامي عندي كل شيء، انا كنتمشى بلغه القانون، زائد المحسنين وجيراني هنا حتى واحد ما دازني، الله يعمرها سلعه هاد البلاصه، وانا نقلب عليها في مختها وما نلقاهاش، السلم والامان ما عنديش حتى ابسط متطلب لحيت، كنسلك بزز، ولكن الحمد ربي شكره، عندي الامل يجي شي نهار ويجي الخير، ما تعرف منين يجي، عندي الايمان لي شي نهار ربي غيفرج عليا، علاش؟ بالصبر ديالي، ولكن كنقول لها بنتي، ها بنتي رجوع الله، في
فكري في الواقع، خليك من الاوهام وديك العقيل ديك الناس. وكان نقول القضاء الله يرحم الوالدين، نصوني في حقي.